مواد غذائية منتهية تحمل اسم 15 شركة وهمية و40 علامة تجارية مقلدة بالعاصمة صنعاء. فصيل عاجلة وخطيرة بعد الفصل. كشفت الأجهزة الأمنية ونيابة الصناعة والتجارة جريمة تلاعب كبيرة بالأغذية من قبل إحدى المؤسسات التجارية في السوق المحلية. وأوضح مصدر أمني أنه تم إلقاء القبض على مالك مؤسسة تجارية كانت تقوم بتخزين المواد الغذائية منتهية الصلاحية قبل أن تعيد تدويرها في معامل خاصة بالعاصمة صنعاء. وبيّن الضاعني أن نيابة الصناعة والتجارة ضبطت أطنانا من الأصناف الغذائية المنتهية الصلاحية في 5 هناجر ومعامل بالعاصمة صنعاء. وأشار إلى أن المواد الغذائية منتهية ومعاد تدويرها بالسوق المحلية تحمل اسم 15 شركة وهمية دولية ومحلية. النتائج الأولية تشير بأن المؤسسة التجارية المضبوطة تستخدم مواد كيميائية متعددة لإعادة إنتاج المواد منتهية الصلاحية، وأن معظم مكونات إعادة إنتاج المواد الغذائية التالفة هي مكونات منتهية الصلاحية منذ سنوات، داعياً المواطنين إلى توخي الحذر عند شراء أي سلعة والتأكد من تاريخ الصلاحية.